نذهب الآن إلى المغرب لنتعرف على التراث الثقافي للطريقة الكركرية، إحدى أهم الحركات الصوفية في المغرب. الطريقة تأسست في بلدة العروي بإقليم الناظور، واستقطبت أتباعا من كافة أنحاء العالم، قدموا إلى المغرب وتزينوا بزي الطريقة الملون، مشكلين فيما بينهم دائرة مغلقة، وهم يتلون ما تيسر من الأوراد والذكر استيفاء لطقوس الحضرة. وصولنا إلى الزاوية الكركرية عند الشيخ قدس الله سره سيدنا محمد فوز الكركري لالتماس المعنى والحس والذوق في هذه الطريقة. لهذا السبب تركنا عائلتنا لفترة طويلة لبحث عن علم الباطن الذي خفي عن الجميع، فوجدناه في هذه الزاوية. عندي في نياتي أن لن أجد هذا علم القرآن في هنا في الزاوية. كان عندي التصوف هو الذكر والعمل الخير فقط، أما القرآن شيء آخر. فلما وصلت إلى الزاوية وبايعت الشيخ فأعطاني الأوراد والذكر، بدأت أغوص في معاني القرآن. وهذا الفرق الذي وجدته، يعني الكنز العظيم الذي وجدته هنا في الزاوية، أن الإنسان يستطيع أن يغوص ويعيش القرآن. سبب انتشار الطريقة كما قلت وأن الباحثين عن هذا العلم في جميع أصقاع العالم كلما وصلهم خبر عن الطريقة الكركرية إلا وتهيج فيهم الأشواق ويأتون إلى هذه الزاوية المباركة من أجل النهل من علم سيدي الشيخ.